السلام عليكم، رجعنا لكم مقطع جديد من لعبة ريزيدنت ايفل فيلاج دي لاروز. من بعد ما اعتقها الاب ديال ايتن من هذيك الدرية ايفلن، دابا احنا خرجنا في هذه البلاصه هذه. شو كما كتلاحظوا بحال كما الله وقع الايتن ملي صاب راسو في هذه البلاصه هذه مقلوبه بها الطوموبيل. شو هذا الباب هذا فين وصل؟ What's all this doing out here؟ قنبله ديال هيروشيما تفرقعات. ديك فديك القلعة كيف وصل هنا؟ مجهود. يا روز دابا وير ذا هيل ام اي؟ طلع حتى دير بحال شي بالون كبير. كتشبه البداية ديال إيتن المرة الأولى. تشكون شوف البلاصة شنو فيها. القرية اللي كان فيها إيس بوا المرة الأولى لا رجعنا ليها. تيجي شكون؟ روز هذيك نيت الشعبيه ديالي. اللهم على سامي خرج. انا ما يعرفوك لا حتى غادي مزروب لا حتى شي حاجه. والله حتى شي 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 نمشي نكمل الطريق ديالنا. شوف هاد الطريق الوعره ما خلاو التريك سور هذا ما باقي في بلاصتو نيت. شوف واش من from in there. كيجري كيتلهلك. كتورينا الطريق زعماك. شو اللي تيه فين سامر علينا كنت تاخد بعديات ما نمشي يلا يا ناضت كيف كيفاش انت كنت كتاكل فيها تصدق حيت شوف 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 العجاب مال تمثال تا هو ما تزعزعش ما وقع لي والو. اللحظة هادي هي اللي كانت الشجرة ديال هاديك الكبيرة كنا فرقعناها بسميتها كريس اللي جا لهنا. اوه شير ما كيتقاداش هادشي.
والله يا مات ليش كان قام دار ما يمدي وتكون هو شيء ثاني حيد هاد النواد شو كديش وليت كلينا الطريق نمشي نشوف دابا حنا عرفنا البحث عندنا ديك البيلاورا باش تحيد هذاك الطاقة ديالها هي كيما الشوم اللي دفع ايتر راه قال سيري كملي في المشوار ديالك ما توقفيش شوف كيما لاحظتوا هنا بحال كيما نزل كريس نهبطوا لهاد المغارة لتحت نشوفوا شنو اللي كاين المرة اللي فاتت راه كريست كان هبطنا كنا تلاقينا مع داك الوحش الكبير والله مطرقق لا ما يخرجوا لنا شي وحش ما عندنا السلاح او قلب النار ديالي اش هذا قلب ديال الارض شنو هو ديك اسقات ولد في هذوك روز ها هما راهم فينا كيفاش هي دير عملية السلسلة ديالها هو اللي كيبقاو يبانو هما كيفاش صارش بالخير هم بيدفعوا لك قوتي ديك الأدوية والسلاح صافي عرف راه كاينة شي حاجة شي مصيبة كحلة كتسناك صافي هم بيدفعوا لك هادشي عرف راه كاينة شي حاجة موجودين لك هم غاديين بك العدة مازال هاد الغارة مازال غادي طويل لقدام شويه شي منجم هذا تحت الارض شارع قلت لي انا حسيت بشي حاجه كتجذبني البلاوره يمكن ولكن ما قلت لكم انا دابا غادي باش نقلبوا على ديك البلاوره دابا ولا عندها واحد الاحساس دابا ملي كتقرب ليها كتحس بشي حاجه غريبه كتوقع ليها في الجسم ديالها It's through here. دابا نمشيو لا ما كاين هنا حتى شي حاجه تمتى لا ما كدوش هنا غادي نمشيو نطلعو الفوق مع الدروج نشوفو هاد الكتابة شنو فيه شنو الهراء ولا شنو غادي بين هاد الدروج هاد غادي بين البلاورة قالت راه كنشعر بالبل هاي البلاورة وصلت ليها ما يمكن شي يخلوك زعما تهزاك بهاد السهولة وتمشي يعني كاينة شي حاجة من وراها ديال البلاورة الحقيقية دابا شاكي باش كتحس بيها كتفاعل مع داك الطاقة اللي عندها هي شوف ايدك يوليت قالت لك الامر يفلح يعني راه تشافات او ماي جاد از ذس وات دابا حيدت من هذيك الطاقه صافي شنو هو هذا
I've waited so long for you. Who are you? My name is Miranda. What? You had become so powerful. Far too powerful for me to subdue directly. So, I had to lure you into this realm so that you might willingly relinquish your powers. هي شي كامل دارتو هاد الام ميراندا باش تضحك على روز باش تحيد هذيك الطاقه ديالها باش تحكم فيها هي. هي كلشي من الافعال ديالها هي. هي دابا معارفه راسها ما غاديش تقدر على روز بهذيك الطاقه ديالها. دارت لها ديك السبه باش باش تحيد تقلب على ديك اللورا باش تجي تانا عندها برجليها. تحيد الطاقة ديالك باش تشدي ميراندا راك شوف مشينا قتلناها وتحجرات. Why didn't you tell me who you really were? Why'd you let me call you Michael? I didn't want to complicate things. I just needed you safe. مش شو رأيت الروادك مايكل. And I'm sorry I let you alone. But I had to find a way out. إني ما شفتش المقطع. And I did. It's just ahead. Rose! الدنيا بياضت يعني. Rose, now's your chance. Go live a normal life. Make friends. No one will ever call you a freak again. I love you, but I need to know you're safe. So please, just Ethan, you insolent pest! I got this. Get out of here. قدر الأمر في ذي. نقد بوعي ما تخلص من ذيك اللعنة اللي فيها. إلا تخلصت من ذيك اللعنة اللي فيها غيموت بوعي. إذا بقات محتفظة بهذيك الطاقة ديالها غادي تقدر. هالرسالة باش تبقى بالطاقة ديالها باش تنقد بوها. نتمنى لا يعجبكم المقطع ما تبخلوش عنا بالاشتراك وديروا لنا الاعجاب ونشوفكم المقطع الجاي في النهاية.